أشد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بمستويات الوافد الجديد للمنتخب الجزائري إبراهيم مازا عقب بصمي على أول ظهور دولي رسمي رفقة الخضر الفيفا وفي تقرير مفصل نشر عبر موقعه الرسمي تغنى بالمستوى الفني الذي يتمتع به لاعب نادي هيرتا برلين الألماني البالغ من العمر 18 سنة مبرزا مشاركته الدولية الأولى الخميس رفقة محاربي الصحراء بمناسبة لقاء طوغو ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا 2025 زيادة على مساهمته بتمريرة حاسمة في, الهدم في الهدف, الخامس للخضر في شباك طوغو بيان الفيفا نوه أيضا بأرقام اللاعب وإحصائياته الملفتة رفقة ناديه منذ انطلاق الموسم الجديد